الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، كان من دعاء نبينا الكريم: اللهم أن تغفر جما، وأي عبد لك لا ألم. اللهم أن تغفر جما كثير من الذنوب والآثام والخطيات والتجاوزات، كلنا يقع فيها. اللهم أن تغفر جمة، وهو سعة رحمته سبحانه جل في علاه، كتب كتابا عنده كما في الصحيحين وهو عنده على العرش: رحمتي غلبت غضبي. اللهم أن تغفر جمة، وأي عبد، وشوف أي، ما هذه من الأسماء المبهمة تدل على العموم والإضافة طبعا إلى العبد، فهي مؤكدة على التعميم: وأي عبد لك لا ألم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولا أتى بقوم يذنبون ويستغفرون فيغفر الله لهم. قال إبليس: أهلكتهم بالذنوب، وهذا حالنا، ونستغفر الله على ما نحن فيه. أهلكتهم بالذنوب فأهلكوني بالاستغفار. ما زلنا مع مكفرات السيئات والتجاوزات والخطيئات، وقلب السيئات حسنات، هذه لا تجدها قط في أي شيء إلا عند رب الأرض والسماوات، أن يقلب الله لك السيئات حسنات. وهنا عندها يتمنى كل عاصي أن يكون قد أكثر، لأن الحسنات ستكثر، لكن هل لو أكثر يوفق؟ الأمر عند الله جل في علاه، والمسألة على القلوب. يعني من تعاظم أمر الله في قلبه وهو يعلم أنه يتعدى ويقر بالتعدي ويحترق ألما أنه يعصي الله جل في علاه، ووزنه وبابه غلبته شهوته، والله يعذره. يعني هو ما أراد عازما أن يعصي، ما قرر أو ما هجم على المعصية هجوم المتجرئ، بل هو يخشى الله جل في علاه لكن يضعف وتضعف نفسه، هكذا البشر. ولا يحسبن الطائع الذي لم يعصي أنها منه، ولا يحسبن العاصي أنه تجرأ على الله دون علم الله أو دون أن يفتح الله له الباب. أبدا ما عصى العاصي إلا بأمر الله، بقضائه، يعني بقضائه، وما أطاع المطيع إلا بتوفيق الله. وإن الله إذا أراد خذلان عبد تركه لنفسه واستدرجه من حيث لا يحتسب وزين له عمله، كما قال الله تعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. لكن كلما وجدت العاصي يعصي ويبكي ويقول أين السبيل إلى التوبة، اعلم أن له الحظوة عند ربه جل في علاه. قد يبقى متحيرا: ولما العصيان وأنا أريد أن أسير في طريق الرحمن؟ قد يريد الله أن تكون مذلولا له طيلة عمرك، وراءك ما وراءك من الهمم والأمور، أو أنت فيك ما فيك من الخير، لكن تصب بالعجب ومرض القلب فتاك، تصب الكبر، تمن على الله بالعبادة فتهلك. يريد الله جل وعلا أن يقعد عنك هذه الصفة المذمومة، تشويش القلب بالعجب هلاك.
فيجعلك تنغمس في بعض المعاصي التي تجعلك دائما تنظر إلى معصيتك وتبكي وتقول ليتني أرجع، ليتني أتوب، ليتني أؤوب، لتعلم الحكم. لكن من تجرأ وهجم على المعصية هجوما متجرئ الذي لا يخشى الله والذي لا ينظر إلى حسابه والذي لا يدري أو يدري ويتغافل عن وقوفه ومسوله بين يدي الله جل وعلا، هذا الذي أراد الله هلاكه. ومن أراد الله نجاته ألهمه التوبة بعد كل معصية. من أراد الله نجاته ألهمه التوبة بعد كل معصية، وذاك فضل الله يؤتيه ما يشاء. لذلك قلنا بأن مكفرات السيئات أبوابها كثيرة كثيرة، كما أن أبواب الذنوب كثيرة فأبواب التوبة كثيرة وأبواب المغفرة كثيرة، رحمة من ربنا في علاه جل في علاه. أقول من مكفرات السيئات التي ابتدأناها بالأسبوع الماضي في الكلام على التوحيد مهلك للسيئات بفضل الله جل في علاه، من أتم توحيده فهو في الجنة. نعم. الثاني قلنا إقامة الحدود. الثالث التوبة النصوح، وهذه لازمة وواجبة على كل إنسان مطيع أو عاصي. نعم مطيع أو عاصي، نعم مطيع أو عاصي. طب العاصي علمنا لما يتوب. المطيع، المطيع لأنه قصر في طاعته، لم يبلغ ما يرضي الله جل في علاه، لم يبلغ ما يكون على قدر الله جل في علاه أو على قدر عظمة الله جل في علاه، وليس من عندية نفسي. قد قال الله في الكتاب وتوبوا إلى الله جميعا، جميعا طائع وعاصي، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فأناط الفلاح وكان فلاحا للطائع وللعاصي عند التوبة، عند التوبة. وسنبين أن التوبة منا من الله جل في علاه ورفعة للعبد ومكانة مرموقة عند رب الأرض والسماء. التوبة النصوح. قال الله تعالى وأبشر وأصدر الباب بهذا، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. إلا، شوف الاستثناء هذا من أرجى ما يكون استثناء، وهذه من أرجى الآيات. إلا من تاب، اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، تاب وآمن، والتوبة النصوح تنبئ بعمل جديد. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك، أولئك رفع، شوف هذه للعلو، فأولئك إشارة للبعيد لبعد مكانتهم عند ربهم بتوبتهم. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، فجعل الصحيفة بدل السيئات حسنات. كم وكم لك من الفضل بذلك. إذن التوبة النصوح وهذه البشارة لها، وقد قال الله جل وعلا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه، وهذا في صحيح مسلم. وقال الله تعالى على الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، نعم وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، قال الله تعالى ثم تاب الله عليهم ليتوبوا، قال ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم، ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم على الكبيرة وعلى الصغيرة. ولذلك فإن الله جل وعلا أمر بها جميع الخلق، الأنبياء، السادة، الأماجد، الأماثل، الصالحين، الأولياء، نعم أمر الله بها الجميع حتى الأنبياء. عيسى عليه السلام ويتكلم الله جل وعلا أن المسيح هو عبد من عباد الله جل وعلا لن يستنكف عن عبادة الله، قال أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم، سواء بنو إسرائيل أو سواء الكلام على بني إسرائيل أو على عيسى وعلى مريم عليهما السلام. وأيضا قد دعا الله جل وعلا فرعون إلى التوبة، قول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وأيضا فإن الله جل في علاه قد رجى عباده فيه حتى ولو أتوا بكل الكفريات وبكل الشركيات بأنهم إن تابوا تاب الله عليهم وبدل سيئاتهم حسنات سبحانه جل في علاه. قال الله عن المشركين فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم
إن الله غفور رحيم. وقد عمم الله جل في علاه البشارة عندما قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. إن الله يغفر الذنوب جميعا. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم الله أشد فرحا بتوبة العبد من أحدكم، يعني هو يتوب عليه، من أحدكم كان على راحلته بأرض فلات فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها، أصابه اليأس وأراد وعلم أن الموت سيكون محققا، فاستظل بظل شجرة وجلس ينتظر ملك الموت أن يأتيه الموت، فاستيقظ يعني أخذته غفوة، فاستيقظ فوجد الراحلة أمامه، حياته أمامه، اشتد فرحه، ومن شدة الفرح أخطأ فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، وغفر الله له لأنه ذهل من شدة الفرح، لأنه أيس منها، يائس من وجود الراحلة، وعلم أنه إلى موات، فلما أذن الله له بالحياة ونظر إلى الراحلة قام فرحا متهللا مسرعا فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. وحديث المسند من أرجى الأحاديث في هذا الباب، اللهم تب علينا رب العالمين، أن رجلا أذنب ذنبا فقال ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي، فقال الله جل في علاه عبدي علم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر، اشهد أني قد غفرت له، عاد وعاود الذنب لتعلم أنه ليس من شرط التوبة ألا يعود، وهذا سيأتي، عاود للذنب ثم جاء فقال ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي، قال عبدي علم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر، اشهد أني قد غفرت له، وفي الثالثة قال الله تعالى عبدي فعل ما شئت ثم استغفرني فسأغفر لك. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. سبحانه جل في علا للتوبة شروط حتى تكون مقبولة، لأن المرء لما علم أداة النجاة يسأل عنها تفصيلا ليتعلمها وليعمل بها ويأتي بها على وجهها، فإن المقدمة تجر النتيجة، فإن كانت التوبة نصوحا صالحة كانت المغفرة على أبوابها. أعظم شروط التوبة الإقلاع عن الذنب، لا يمكن الإنسان أن يكون في الذنب وهو يتوب، كما يقول بعض السفهاء وهو يشرب الخمر فيسمي الله أو قل يشرب الخمر أو يفعل يعني المحرم فيقول وأستغفر الله وهو يفعل ذلك، هذا استهزاء، أو يقول يا رب التوبة وهو على الذنب، هذا استهزاء، هذا خطر عظيم، مهلكة ليست بعدها مهلكة. لكن لو كان صادقا وهو على الذنب قال رب توب علي وكان صادقا سيقلع في الحال وفي التو، أقسم بالله أن من فعل ذلك وكان صادقا وأحرقه قلبه أنه في المعصية فقال توب علي يا ربي فتاب الله عليه في وقتها وحينها يتوب عليه، ومن صدق الله صدقه الله جل في علاه. فلا بد من الإقلاع عن الذنب، وإلا فالقلب يعلوه الران فلا يستطيع المرء الرجوع إلى الرحمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن إذا أذنب ذنب نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب ونزع ثقل قلبه، يعني صارت النكتة البيضاء تمحو النكتة السوداء، فإن زادت علت، فإن علت كان الران الذي قال فيه الله جل في علاه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فلابد من الإقلاع. يبقى الشرط الأول لصحة التوبة أن يقلع عن الذنب، ما يكون في الذنب ويقول أنا أتوب، حتى يكون صادقا عند ربي جل في علاه أن يقلع عن الذنب. الشرط الثاني هو الندم، لأن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنن ابن ماجه وفي مسند أحمد وحسنه العلماء الندم توبة، الندم توبة، يندم لأنه تعدى تجاوز تخطى ويعلم أن ربه يراه يسمعه يراقبه وأنه سيحاسبه، فإن كان الندم فهذا يدل على أن القلب حي نابض، لأنك ترى كثيرا ممن يسأل عن التوبة تعلم أن قلبه نابض، والله لو أتى بجبال السيئات يكون أفضل من الذي لم يعصي ويدلي بعمله لله جل في علاه، هذا أفضل، لأن العلماء اتفقوا على أن من تاب
من ذنبه وأناب إلى رب جل في علاه يرتقي منزلة فوق المنزلة التي كان عليها، كما كان مع آدم عليه السلام، اتفقوا على أن منزلته عند ربه جل في علاه فوق المنزلة التي كان قبل أن يعصي ويأكل من الشجرة بعدما تاب طبعا. الشرط الرابع أن تكون في نفس الزمان، زمان التوبة، لأن التوبة معروضة، معروضة إلى أن تشرق الشمس من مغربها. قال الله تعالى: إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة الذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون هم كفار. فأولئك اعتدنا لهم عذابا أليما، كفرعون عندما رأى الملائكة وعاين الغيب صار شهادة، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، الآن وقد عصيت قبل، فلا يمكن أن تقبل توبته هنا. ونفس الأمر إذا طلعت الشمس من مغربها ورآها الناس وتغير الناموس في الكون بأسره، تغيرت العادة، فوجدوا بأن الشمس قد أشرقت من المغرب، لا تقبل التوبة هنا. وإذا بلغت إلى الحلقوم الروح فلا تقبل التوبة. لذلك قال الله تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. فهنا التوبة لا بد تكون في الوقت الذي تقبل فيه التوبة. الشرط الأخير: إن كانت السيئات مظالم وفيها بين العبد وبين ربه شخص أو من عباد الله جل في علاه، وجب أن يتبرأ ويتحلل، وجب أن يرد المظالم، وجب أن يرد المظالم. اضرب مثلا حتى نفهم، أقول العبد قد يظلم فيما بينه وبين ربه، كيف؟ يظلم نفسه بالمعاصي وينتهكها، لكن قد يظلم فيما بينه وبين الله ويدخل أيضا أحدا بينه وبين الله. يظلم عبدا، يغصب مالا، يغصب أرضا، يغتابه، ينم عليه، كل هذه مظالم. لا تقبل توبة العبد فيها إلا أن يتحلل من المظلمة. وكيف يتحلل من المظلمة؟ اغتابه، يذهب يقول له أنا تكلمت عليك فأطلب منك السماح، أتحلل، أو افعل ما شئت ومرني بما تشاء أفعله. إن كان رجلا طالبا للخير من ربه سيقول له اذهب قد سامحتك، كالصحابي الجليل الذي شهد له الله جل في علاه وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه في الجنة ويمشي بين الناس صدره لا يمتلئ من أحد، يبيت وما في صدري لأحد من شيء، من ظلمه، من سبه، من اغتابه، من نم عليه، من كان معه على خير، المهم أن قلبه لا يمتلئ على أحد، يدخل جنة كل صدوق اللسان مخموم القلب، هذا مخموم القلب. فإذا قال له يعني لا عليك انتهى، إذا تقبل التوبة لأن الشروط بأكملها قد تمت. أما إن لم يقبل فوجب أن يفعل أفاعيل من أجل أن يرضيه الله جل في علاه عنه، لأن القلوب بيد الله جل في علاه. والآخر إن كان صادق التوبة قد يرضيه الله جل في علاه عنه، لكن لابد من رد المظالم. إن كان المال لا توبة حتى يرد هذا المال إلى محله، إن كان العرض لا يمكن التوبة حتى يرد ويذب عن عرض هذا الذي وقع في عرضه. يأتي في المجالس يتكلم فيه، يأتي للأناس الذين أتكلم عليه فيهم، يعني هو اتصل بأناس وقال شفت فلان فيه وعليه وعمله، لابد يتصل بنفس الشخص ويقول له أما رأيت قدرنا الرجل هذا الرجل، ويأتي بالمحاسن لا يكذب، بالمحاسن التي فيه إنه جواد، إنه كريم، إنه يتصدق، إنه يعمل لدين الله. لابد أن يفعل ذلك، لابد، ولابد أن يأمر لمن سمع يقول أنت مشترك معي في الإثم، أنت اغتبته فاذهب فتحلل منه، لابد وجوبا يفعل ذلك، ولن تستتم توبته إلا بذلك. أخذ مالا من محل وكان يعمل به، لا يمكن أن تستتم توبته إلا أن يأتي بالمال ويضع في المحل. طب يا أستاذ لو فعل ذلك يتهم، وإن كانت التهمة تكون فيها ما فيها من المضر، نقول الضرر لا يزال بضرر، قدر الإمكان تأتي بظرف وتعطيه هدية لابنه
وتقول هذه هديه، انت طفل وديع، انت، ويكون المقصد رد المال لابيه. او يوكل احدا يفعل ذلك. ياتي رجل يقول له ساشتري كذا واشتري كذا واشتري كذا، تفضل المال انا جاي بعد ساعه اشتري، ويمشي ما ياتي. المهم المال دخل في حوزه الرجل. لكن هذه فيها، لانه ممكن الرجل يكون ورع فيتصدق بها عنه. لابد ان يتصرف حتى يصل المال الى اصحابه. ظلمه في عمل يذهب يثني عليه في هذا العمل. الغرض المقصود، توبتك لن تتم ولا يمكن ان تقبل الا بذلك. بعد فاصل نرى مكفرا اخر من المكفرات التي بها يكفر الله السيئات والذنوب والخطيئات قربة لرب الارض والسماوات. جزاكم الله خيرا، وبعد الفاصل ان شاء الله نكمل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، إخوتي الكرام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد إلا وأخطأ أو هم بخطيئة إلا يحيى ابن زكريا. هو نفسه كان يقول: اغفر لي ما قدمت وما أخرت. قال الله له: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فنحن أحوج ما نكون إلى المغفرة. فقام المذنب العاصي كمثلي، فقام فقال: ربي كيف أفعل؟ ثم الله جل في علاه قد أورد له آية في القرآن لا بد من العمل بها. قال له: ارجع لأهل العلم. طب وأهل العلم لا يعصون؟ يعصون، لكنهم يعلمون، فهم أقرب الناس للتوبة والأوبة وسرعة الفيئة، ويعلمون الناس كيف يرجعون، لذلك ثقلت حسناتهم بذلك. قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلما سأل العاصي: كيف أرجع إلى ربي؟ كيف أتوب؟ كيف تكفر سيئاتي؟ قال: أكثر، أو قال العالم: أكثر من الاستغفار. وطبعا العالم، ثقة للعالم يعرف بثقة فهمه للكتاب والسنة. الببغاء الذي ينقل فقط، هذا لا يستطيع أن يتقن أو يغوص ليتقن، هو حامل يؤدي فقط، والعالم غير ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، رب حامل فقه ليس بفقيه، حامل فقط. فأصل الثقل من الكتاب والسنة. طب وما الدليل من الكتاب والسنة على أن الاستغفار مهلك للمعاصي والسيئات؟ قال الله تعالى: فقلت استغفروا ربكم، آمرا إيانا جميعا أن نستغفر. علي بن أبي طالب فقيه الأمة، العالم النحرير، الأسد المغوار. علي بن أبي طالب قتل النبي صلى الله عليه وسلم أبو الحسن والحسين زوج فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، رابع الخلفاء الراشدين، وهو رابعهم في ترتيب الأفضلية. علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، لعن الله من سب أبا بكر أو سب عمر، لعن الله من قدمه عليهما. قام هو خطيبا في الكوفة بأسرها يقول: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، ثم عمر، ثم الله أعلم. سكت، ما قدم عليه أحد، لكن اتفق المهاجرون والأنصار أن عثمان يتقدم فضلا على علي بن أبي طالب، ويكون ترتيب الفضل العشرة المبشرون بالجنة هم أولى الناس وأعظم الناس مكانة عند رب الناس، ورابعهم هو علي. يبدأ بأبي بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. لما جاء وهو فقيه، بل أكاد أجزم أنه أفقه من عثمان رضي الله عنه وارضاه، ولكن ترتيب الفضل كان عثمان رضي الله عنه وارضاه مقدما بشهادة المهاجرين والأنصار. فجاءه رجل فقال له، يشتكي المعصية، فقال له: استغفر الله. وجاء الآخر قال: القحط أصابنا، قال: استغفر الله. والثالث طلب الولد، قال: استغفر الله. فلما سئل على أن الأسئلة معددة والإجابة واحدة، استشهد لهم بآية من كتاب الله جل في علاه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، غفارا فعالا، وهذه معناها كثرة المغفرة، كثرة المغفرة. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم أنهار.
ما لكم لا ترجون لله وقارا. من ندع أو من قل من أصاب حدا، من أصاب سيئة، من أصاب صغيرة، من أصاب كبيرة، ولم يسرع التوبة والفيئة والأوبة إلى ربه جل في علاه، ينزل تحت قولي ما لكم لا ترجون لله وقارا. عصيت، نعم. النفس غلبت، نعم. إذا كن مستغفرا. تدارك، تدارك، كما سيأتي بأن النبي قال فإذا أسأت فأحسن. ستسيء، نعم ستسيء، كتب على ابن آدم حظه من الزنا، مدرك ذلك لا محالة، لكن وجب عليك سرعة الفيئة والتوبة والأوبة إلى ربك. وقلت في أول الحلقة من أسرع الفيئة والتوبة والأوبة هذا الذي قد من الله عليه بالمكانة وأراد له المغفرة والرفعة، ومن أصاب حدا، أصاب صغيرة، أصاب كبيرة، ولم يلهم التوبة بل زين الله له عمله، هذا الذي استدرجه الله جل في علاه من حيث لا يحسب، من حيث لا يحتسب، من حيث لا يعلم ولا يحتسب، وأن الله جل في علاه وكله لنفسه. وهذا تمام الخذلان، أن تكون عبدا موفقا، موفقا مسددا، أن تكون بعناية الله ورعايته. قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. تفسيرها في الحديث الآخر فبي يسمع وبي يبصر، والمعنى أن الله جل في علاه يجعله موفقا مسددا، لا يسمع إلا ما يرضيه، لا يرى إلا ما يرضيه، فهو في توفيق إلى توفيق. وإن زل، وهذا حال الإنسان، يرتقي بعد ذلك بالتوبة. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. إني والإنس والجن في نبأ عظيم، إسرائيليات، إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أرزق ويعبد غيري، أو قال أخلق ويعبد غيري، أرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بالنعائم ويتبغضون إليها بالمعاصي، وأنا أكلأهم على فروشهم، فإن تابوا فأنا حبيبهم، وإن عصوني فأنا طبيبهم، إن تابوا فأنا حبيبهم، فإن تبت تاب الله عليك، ومن تاب تاب الله عليه. لذلك أسعد الناس أكثرهم استغفارا لأمور كثيرة، سيكتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وهؤلاء مدحهم الله أيام مدح في كتابه، أعد لهم الجنات، الذين أكثروا من ذكر الله جل في علاه، ذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وأيضا كان من أعظم الناس مكانة عند ربي جل في علاه، صحيفته امتلأت بالاستغفار، كما ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم بأنه قال أسعد الناس صحيفة يوم القيامة أكثرهم استغفارا. وجاءت رواية أخرى في سنن ابن ماجه ويتسامح في هذه الأسانيد بأنه قال طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا، استغفارا كثيرا، طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا، استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. قال الله جل في علاه والمستغفرين بالأسحار، والمستغفرين بالأسحار. قال ابن عمر إنا كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة يقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول استغفروا ربكم، قال والله إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وهو رسول الله الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه ومتأخر يستغفر الله أكثر من 70 مرة. وفي السنن أيضا أنه قال إنه لا يغان على قلبي وإني لا أستغفر الله في اليوم 100 مرة. فإذا الاستغفار من أعظم مهلكات الذنوب والخطايا والسيئات. طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا، أسعد الناس صحيفة أكثرهم استغفارا. قام رجل يتعلق بأسطار الكعبة وكان أعرابيا، والعجب أن الأعراب فيهم جلافة، فيهم شدة وحدة، لكن انظر إلى رقة القلب وعذوبة القول من هذا الأعرابي. تعلق بأسطار الكعبة لأن الإنسان إذا خشي على نفسه وقد أظلته المعاصي فأهلكته، فإنه لا فرار من الله إلا إليه، فيستكين
فيتعاظم عليه أمره فيبكي متضرعا متمسكنا، أظهر فقره وعجزه، ولسان حاله ينطق ويصرخ ويقول: والفقر وصف لي ذاتي، والغنى وصف لك ذاتي، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. فأظهر عجزه وفقره ومسكنته، وأظهر التعدي الذي وقع منه، فتاب الله عليه. القلب المنكسر أقرب القلوب إلى الله جل في علاه. أرأيتم يونس عليه السلام بعدما كان في بطن الحوت، الملائكة يعني تحمل ما قال، فقال: لا إله إلا أنت. توحيد أهم القضايا، لا إله إلا أنت، توحيد أهم القضايا. وهناك من يشرك بالله ولا يدري، وهناك من يعني من يقر لمن يشرك بالله جل في علاه، بل يصب بالله صباح مساء ولا يدري أنه ينخلع عن التوحيد ويبتعد عنه، ولا يدري، لا يحافظ على جناب التوحيد بحال من الأحوال. وربنا المجيد يقول في كتابه المجيد: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ويل ثم ويل لمن جهل، وخسارة فوق خسارة لمن جهله جهل مركب، وينظر فيأتي بملح العلم، يريد أن ينطلي كلامه على الأغرار ولا يستغفر لا مما هو فيه، ويقول: وإن منع الفقهاء عرفنا غير عرفهم، فلك أن تفعل ما شئت. كلام سمج من رجل جاهل لا يعرف شيء عن دين الله جل في علاه، اختربت عقيدته فانحرف انحرافا عظيما. ولكن هناك أسماع تسمع لذلك، ليس لجهلهم، لا والله ثم لا والله ثم لا والله، ليس لجهلهم ولكن لعطف في قلوبهم. وافق شن طبقة وفقه فعانقه، صادف هواها قلبا خاليا فتمكنا. هو يريد ذلك، هو يريد ذلك. لم يعذر الله قوم فرعون عندما اتبعوا فرعون، قال: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. هو قال: أنا ربكم الأعلى. وجاء الساحر فانطلى سحره عليهم لأنهم يريدون ذلك. موسى عليه السلام يلقي العصا عصا أمامهم بأم أعينهم وقلوبهم يدركون أنها عصا، والله يحييها حية أمامهم، ومع ذلك يقولون: لا إنه ساحر مبين. وقال لهم فرعون: ما أريكم إلا ما أرى، ما أريكم إلا ما أرى. فقالوا: نعم القول. لما؟ صادف هواها قلبا خاليا فتمكن. هم يريدون الانحراف هذا فقط في منازعات داخلية. ائتونا برجل يقول امشوا نمشي، بس أهم شيء، لكن التركيز العلمي غير وارد بحال من الأحوال. لا تحيي أحدا يسب ربك لعلي أنجو بها، لا تهنئ أحدا ادعى ولدا لربك. والله يقول: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم يتبجح بها من جهل ويقول ولا يستغفر، فنأمره بالاستغفار كما نأمر أنفسنا من معاصينا التي بلغت عنان السماء. الاستغفار، كثرة الاستغفار. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. من استغفر غفر الله له. طوبى لمن وجد في صحيفته كثرة الاستغفار. قال علي بن أبي طالب: إن الله جل في علاه جعل لكم في الكتاب أو علمكم من كتابه الدواء، الداء والدواء، فداؤكم المعاصي، وكلنا ينغمر فيها، داؤكم المعاصي ودواؤكم كثرة الاستغفار. الاستغفار، نستغفر الله ونتوب إليه. إليكم هذا الكلام الرقيق من أعربي لكنه زل وقلبه انكسر، فتضرع لربه جل في علاه قائلا: اللهم إن استغفاري مع إصراري للؤم. يعني أنا أستغفر وأنا مصر موجود على الذنب، كما يعصي الرجل ويقول التوبة يا رب، هذا يستهزئ.
قال هذا لؤم، واللئيم لا مكان له عند الله. إن غصت في المعاصي وتبحرت وكنت كريما أكرمك الله. اللئيم لا موضع له عند ربه جل في علاه، وبون شاسع وفرق واسع بين كريم نبيل وبين لئيم خبيث. قد يزل الكريم النبيل يزل ويتبحر في الزلل، واللئيم لا يزل، وهذا مبغوض لله وهذا محبوب لله. لما؟ كيف؟ هذا معدنه أصيل، سريعا ما سيرجع إلى ربي. أما الخبيث يبيع دينه بثمن بخس دراهم معدودة. بون شاسع وفرق واسع بين المثالين. إن استغفاري مع إصراري للؤم، وإن تركي لاستغفارك مع سعة عفوك لعجز. إني عاجز بعدما أعلم أنني ولو بلغت ذنوبي عنان السماء، أنني لو استغفرتك تغفر لي ولم أستغفر، هذا عجز عظيم، هذا عظيم العجز. قال وإن تركي لاستغفارك مع سعة عفوك لعجز، فكم تتحبب إلي بالنعائم مع غناك عني، وكم أتبغض إليك بالمعاصي مع فقري إليك. يا من ذا إذا وعد أوفى وإذا أوعد عفى. الله أكبر. يا من إذا وعد أوفى، ومن أوفى بعهده من الله جل في علاه، ومن أوفى بوعده من الله جل في علاه، إنه إذا قال صدق، ومن أصدق من الله قيلة، ومن أصدق من الله حديثا. وإذا وعد وفى وأوفى سبحانه جل في علاه، وإذا أوعد عفى، لو قال لك عقوبة يعفو عنك. لذلك عائشة قالت لله ثلاث دواوين، منها ديوان في مشيئة الله، وما كان في مشيئة الله هو إلى العفو أقرب. رحمتي غلبت غضبي، أدخل عظيم جرمي في عظيم عفوك يا أرحم الراحمين. اللهم أدخل عظيم جرمي في عظيم عفوك وأنت أرحم الراحمين. اللهم إني أشهدك أنني ما برحت وما تركت المعصية قط، وإني أهجم عليها وأعاودها، ولكني أعود فأستغفر لعلك تغفر لي وتغفر للجميع. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجه خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا، فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقيا الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقيا، وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.